بنتكلم في الموضوع الخاص بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد على عدة موضوعات أو عدة عناوين مهمة. العنوان الأول: ما هي المراحل التي مرت بها النظم الاقتصادية على مستوى العالم؟ بالنظام الرق أو النظام الإقطاعي أو النظام الرأسمالي أو النظام الاشتراكي. الموضوع الثاني: بنتكلم على خصائص وانتقادات أو عيوب كل نظام اقتصادي وكيفية تحويله إلى النظام الذي يليه. مثلا بنشوف عيوب النظام الرأسمالي أو عيوب النظام الإقطاعي عشان يتحول لنظام رأسمالي، أو عيوب النظام الرأسمالي حتى يتحول لنظام اشتراكي. الجزء الثالث بنتكلم على مدى مساهمة النظم الاقتصادية المختلفة في مواجهة المشكلة الاقتصادية أو التخفيف منها، على اعتبار أن المشكلة لا تختلف من مجتمع لآخر، ولكن بيختلف طريقة أو إجراءات المواجهة. فقد يكون المواجهة عن طريق الجهة المركزية، قد يكون المواجهة عن طريق آليات السوق. الجزء الرابع بنتكلم على مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وهي ثلاثة: الجانب النقدي، صندوق النقد الدولي، الجانب المالي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الجانب التجاري. وده مر بمرحلتين، المرحلة الأولى اتفاقية الجات، وكانت الاتفاقية فيها شيء من القيود الخاصة بالتبادل التجاري من خلال الحصص أو التعريفة الجمركية. تطورت اتفاقية الجات بعد كده في من خلال ما يطلق عليه منظمة التجارة العالمية، ونتج عن هذه المنظمة عدة آثار على الدول النامية. في غالب الأحوال كانت آثار ضارة،